نبدأ فقرة توب هاشتاج النهاردة مع النادي الأهلي وتحديدا مباراة القمة 114 واللي فاز فيها النادي الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة عشان يكون حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي هو أول مدير فني وطني في تاريخ النادي الأهلي يقود الفريق للتتويج في الدوري من غير أي هزيمة بعد ما حقق النادي الأهلي اللقب من غير أي خسارة في 6 مواسم سابقة قبل كده. في 5 مواسم منها كان تحت قيادة أجانب ومرة واحدة في موسم 85 و86 تناوب خلالها على تدريب الفريق 4 مدربين منهم أجنبي وحيد هو الإنجليزي جاف باتلر. كمان النيجيري جونيور أجاي سجل تاني أهدافه في شباك نادي الزمالك الموسم الحالي عشان يكون أجاي اللاعب الإفريقي الخامس في تاريخ النادي الأهلي اللي بيسجل في القمة قصاد نادي الزمالك بعد ما سبقه الرباعي الغاني أحمد فيليكس والأنجولي أمادو فلافيو والموريتاني دومينيك دا سيلفا والجابوني ماليك إيبونا.